السلام عليكم. اتكلمنا قبل كده على دورة حياة إعداد النظام أو اللي كنا بنسميها Software Development Life Cycle، وشفنا المراحل المختلفة اللي بيمر بيها النظام لغاية ما أطلعه لليوزر عشان يستخدمه بقى في السيستم اللي هو موجود عنده. شفنا يعني إيه مرحلة تخطيط أو دراسة الجدوى، وبعد كده تحليل، وبعد كده ديزاين، وبعد كده Implementation، وبعد كده التست، وبعد كده المينتنس، او وبعد كده اللي احنا حطيناها عند اليوزر. دلوقتي بقى هنتكلم على المراحل دي بالتفصيل. خد بالك دلوقتي عنوان المحاضرة بيقول تخطيط المشروع او البروجكت بلاننج. احنا كنا اتكلمنا على مرحلة التخطيط قبل كده، وقلنا انها بتشتمل حاجات كتيرة جدا. من ضمن الحاجات دي اللي هي كانت طلب المستخدم، كنا بنروح نشوف الراجل ده عايز ايه. هل عايز نظام جديد؟ هل عايز يحدث على نظام قديم؟ هل عايز يصحح مجموعة أخطاء في نظام موجود قبل كده؟ وكنا برضو بنشوف حاجة اسمها دراسة الجدوى. هل في جدوى اقتصادية من المشروع ده؟ هل في فلوس هتدخل لي؟ هل هكسب علاقات مع ناس تانية؟ هل هعمل حاجة لله؟ هل في جدوى فنية؟ هل عندي مهندسين هيتعلموا حاجة جديدة بالنسبة لهم يعني؟ هيتعلموا تولز جديدة مثلا خاصة بالسوفت وير والحاجات دي. هل في جدوى تشغيلية إن أنا هسهل على الناس أو هعمل سيستم يسهل على الناس الشغل اللي هي شغالة بيه؟ وبعد كده أخدنا برضو خطة المشروع، بيروح يعمل الجدول الزمني للمشروع، بيروح يشوف ما هو الهدف من المشروع بتاعه، بيروح يشوف ما هي التكلفة التقديرية للمشروع، بيروح يعمل مثلا ملخص للمشروع وبيشوف ما هي المتطلبات الخاصة للمشروع اللي هو هيعمله. وبعد كده كان بيعمل حاجة اسمها المقترح. المقترح ده كان بيوصف فيه المشكلة، كان بيشوف فيه مشاكل النظام الحالي، كان بيشرح فيه النظام المقترح ده هيعمل ايه بالظبط وما هو المطلوب منه، كان بيشوف ما هي الأدوات اللي هو هيستخدمها للمشروع ده. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم على ما يسمى بيه تخطيط المشروع أو البروجكت بلاننج. البروجكت بلاننج زي ما بنقول، الأول لابد أشوف ما هو مفهوم التخطيط. كلمة بلاننج يعني إيه؟ بلاننج التخطيط هو عبارة عن جميع الأنشطة اللي إحنا هنعملها عشان خاطر أحقق الهدف من المشروع بتاعه. ما هو التخطيط؟ هو كل الأنشطة أو الأكتيفيتيز اللي إحنا هنعملها عشان نروح نحقق الغرض من المشروع اللي إحنا هنعمله. قال لك هو عبارة عن كل الأنشطة الإدارية اللي إحنا هنعملها لغرض تعريف الأهداف لمشروع ما، وما هي السبل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. يبقى إحنا هنعمل إيه عشان نوصل لفين؟ قال لك خد بالك، التخطيط بيعتمد على أو بيعتمد نجاح المشروع بتاعي إلى حد، مش لحد كبير، ده هو أصلا مش هينجح غير لما خطط له كويس. ما هو لابد أشوف طلب المستخدم وأعمل دراسة جدوى وأعمل خطة للمشروع وأقدم مقترح. من غير الحاجات دي كلها المشروع أصلا مش هينجح، لأن التخطيط السيء هيبقى عامل أساسي في فشل المشروع بتاعي. يبقى ما هو التخطيط؟ هو جميع الأنشطة اللي أنا هعملها عشان اوصل للهدف بتاع المشروع بتاعي. جميع الانشطه اللي احنا هنقوم بيها عشان نوصل للهدف بتاع المشروع بتاعنا. قال لك خد بالك بقى، ما هي الانشطه اللي احنا ممكن نعملها عشان نحقق الهدف من المشروع بتاعنا؟ خد بالك بقى، الانشطه هي بترتكز على 3 حاجات، لكن هو دلوقتي هيذكر منها 7 حاجات. اهم 3 حاجات في الانشطه او البلاننج اكتيفيتيز هي ما هو تقدير الوقت اللازم لإنهاء المشروع، ما هي التكلفة الكلية للمشروع، إزاي أحدد السكوب أو نطاق المشروع بتاعي. دول أهم 3 حاجات إحنا بنخطط لهم عشان خاطر المشروع بتاعنا ينجح أو النظام اللي أنا هبنيه ينجح. قال لك في الأول كده هو ممكن إيه؟ ممكن أحد الأنشطة اللي إحنا نعملها أو اللي إحنا نخطط لها لنجاح المشروع هو تحديد الأهداف. هو إيه؟ تحديد الأهداف. قال لك قد يكون تحديد الهدف ده إن أنا أقلل الوقت اللي بياخده نظام معين
في النظام بتاع الجديد. مثلا النظام اللي الناس شغال عليه كان بياخد مثلا 3 دقايق عشان خاطر يؤدي وظيفة ما. فأنا دلوقتي محتاج أقلل الوقت اللي بياخده المستخدم ده عشان خاطر يؤدي هذه الوظيفة. فقال لك والله لو أنا هقلل الوقت ده بنسبة 40%، ده الكلام ده بالنسبة لي كويس جدا. لو هقلله أكتر يبقى كويس أكتر. وبالتالي لو أنت مثلا شغال أو عميل في بنك وبتروح مثلا تسحب صك معين خاص بيك، كانت البروسس دي بتاخد مثلا وقت معين. الوقت اللي لو احنا عملنا سوفت وير وقللناه مثلا بنسبة 40 50 60%، ده افضل بكتير جدا. انت مثلا لو في نظام مثلا في كلية، والكلية ديت فيها كمبيوتر سيستم، البروسس قبل الكمبيوتر سيستم مثلا في العملية المانوال انت رايح تطلع شهادة، فبتروح مثلا لشؤون الطلاب وشؤون عاملين وشؤون مش عارف ايه، وبتلف لك على 7 8 مكاتب. العملية ديت لو احنا خليناها كمبيوترايزد وانت فقط قللنا الوقت اللي انت بتاخده ده، بدل ما تمر على 7 8 مكاتب فقط تمر على مكتب او اتنين، فده بالنسبة لنا كويس جدا. وهكذا بالنسبة لجميع الأنظمة. فتحديد الهدف كويس جدا، قد يكون الهدف أحد الأهداف إن أنا هقلل الوقت اللي بياخده نظام معين، فده بالنسبة لي مخطط كويس. الحاجة التانية أحدد النطاق أو حدود المشروع بتاعي. أحدد نطاق أو حدود مين؟ أو حدود المشروع بتاعي. قال لك خد بالك دلوقتي إحنا شغالين في سيستم، عاملين سيستم لكلية، وطبعا السيستم ده شامل كل الأنشطة اللي موجودة في الكلية على الإطلاق كلها، بداية من شؤون الطلبة وشؤون دراسة وشؤون عاملين وشؤون امتحانات وشؤون خريجين وشؤون دراسات عليا، وطبعا ادخل على الطلبة بقى بالنسبة لنجاح وسقوط وكنترول والحاجات دي كلها. قال لك خد بالك انت ممكن بقى تحدد النطاق في حق، يعني تحدد جزئية معينة الناس هتشتغل فيها فقط. مثلا هتقول والله ده انا هشتغل فقط على الحتة اللي خاصة بايه؟ بشؤون دراسة، والحتة اللي خاصة بشؤون امتحانات، انا هسيب الحاجات الباقية دي كلها مش هشتغل فيها دلوقتي. فده برضو تحديد نطاق، ودي أنشطة الناس هتعملها لابد ان اكون مخطط لها، عشان ديت لو خططت لها هتبقى سبب في نجاح المشروع بتاعي. ممكن احدد مستلزمات وقيود على المشروع بتاعي. ما هي المستلزمات؟ قال لك قد تكون المستلزمات مثلا انا عايز اشوف ما هو العنصر البشري اللي انا محتاجه معايا في المشروع، لان احنا قلنا من ضمن المتطلبات ان انا احدد ما هي الهيومن ريسورسز والنون هيومن ريسورسز. الهيومن ريسورسز هي العنصر البشري. ممكن اقول مثلا انا عايز عدد واحد محلل نظم، انا عايز عدد 2 او 3 او 4 او 5 مبرمجين معايا عشان اخلص الاكتيفيتي دي. انا عايز مثلا 2 محللين نظم، انا عايز مثلا واحد بتاع كافيه، انا عايز كده وهكذا. فده اسمه عنصر بشري. العناصر البشريه دي احد متطلبات ومستلزمات المشروع. ممكن اقول مثلا يكون عندي نون هيومن ريسورس او عنصر غير بشري، زي ايه؟ انا عايز 20 جهاز حاسب، انا عايز عدد 2 طابعه، انا عايز 3 سيرفر، انا الحاجات دي مثلا انا عايز اشتري سوفت وير معين، وده برضو نون هيومن ريسورس، بس دي متطلبات بتساعدني ان انا اخلص المشروع، وده برضو احد النشاطات. قد يكون القيد مثلا في التكلفه، قد يكون القيد فين؟ في التكلفه. انا مثلا معايا ميزانيه مثلا 100,000 جنيه، ما اقدرش ازود عن كده. معايا ميزانيه 500,000 جنيه، ما اقدرش ازود عن كده. قد يكون في الوقت، ما انا مثلا الناس اللي طالبين من البروجكت او المشروع بيقولوا انت فقط معاك مثلا سنه، ما ينفعش تزود، فانت لو زودت هيبقى ايه؟ على حسابك. ولو قللت برضه انت لازم تشوف سبب انك قللت هذا الوقت. فبرضه تاخد بالك قوي قوي ان انت عليك مجموعه من القيود. ما هي القيود؟ انا عندي بادجت او ميزانيه انا حاططها للمشروع، ما ينفعش ازود عنها او اقلل عنها برضه، لان التقليل ده هتشوف برضه هيعود عليك باسباب تانية. فانت لابد تحط النسبه التقديريه للتكلفه يعني الى حد ما اقرب ما يكون للواقع. برضه الوقت، لان الوقت عامل مهم جدا 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 في انهاء المشروع. هتحسب الوقت وتروح تشوف كل مرحله من مراحل المشروع بتاخد قد ايه بالظبط. هو مش بالظبط بالظبط ان هو يعني اكشوال ده اللي هيحصل، لو حصل مثلا تقدير خطأ يبقى التقدير ده مثلا بنتكلم في ايه؟ مجموعة ساعات،
مجموعة أيام قليلة، لكن ما يبقاش بقى بالشهور وبالسنين، الكلام ده ما ينفعش. وبالتالي لابد إن أنا أحدد ثالث حاجة، إن أنا أحدد المستلزمات والقيود اللي على المشروع بتاعي. رابع حاجة، ودي قلت لك مهمة جدا جدا جدا، لابد يكون عندي جدول زمني للمشروع. المشروع هيبدأ إمتى وهينتهي إمتى؟ هقول مثلا ده أنا عندي المشروع بيتكون من مجموعة من المراحل، المشروع كله مثلا هياخد مني سنة أو 10 أشهر زي الراجل ما هو قايل لي كده بالظبط. لو المشروع هياخد مني 10 شهور، لابد أقول ده مرحلة التحليل هتاخد قد إيه؟ كام شهر؟ ومرحلة التصميم هتاخد كام شهر؟ والبرمجة هتاخد كام شهر؟ والاختبار كام شهر؟ لابد أحدد ال10 شهور دول، لابد أقسمهم على المراحل المختلفة للمشروع بتاعي، عشان خاطر لو حصل فولت أو خطأ في حتة معينة أقدر أشوف الخطأ ده كان نتيجته إيه وحصل إزاي، عشان أشوف أنا هتغلب عليه إزاي، لأن في حاجة اسمها حساب الريسك هناخدها كمان شوية. بعد كده لابد إن أنا أحدد الوظائف اللي هيأديها المشروع بتاعي، الوظائف اللي هيأديها المشروع بتاعي، المشروع بتاعي شغال على إيه بالظبط؟ وهو وظيفته إيه بالظبط؟ هل وظيفته إن هو يضيف لي أصناف جديدة لحاجة معينة؟ هيستفسر عن حاجة معينة، هيحدث بيانات حاجة معينة، هيديني تقارير معينة، ولا بد أشوف دور السيستم بتاعي وهو هيعمل إيه بالظبط في الحاجة اللي هو دخل عليها. هو عايز، أنا عايز منه إيه؟ أشوف بقى دوره في الحكاية دي. لكن زي ما قلت لك طبعا لسه في حاجة تانية أهم حاجة على الإطلاق في المرحلة دي، إن أنا لابد أخد بالي قوي قوي أو من الجدول الزمني، الوقت التقديري بالنسبة للمشروع، والتكلفة الكلية للمشروع، وما هو النطاق اللي هيشتغل عليه المشروع. تمام كده؟ كويس جدا. بعد كده تحديد معايير المشروع، لابد احدد ايه المعايير بتاعة المشروع. قال لك خد بالك ممكن المشروع بتاعي يتطلب ان انا استخدم لغة برمجة معينة، زي مثلا الفيجوال بيزك، او ان انا استخدم داتا بيز معينة زي سيكوال سيرفر او ماي سيكوال او الاس كيو ال. عادي جدا. خد بالك لابد المنظومه بتاعتي تكون شغاله في بيئه فيها نتورك ومتصلين ببعض عشان الكل يكلم التاني، فلابد يكون كل الناس اللي موجودين عندي موجودين على شبكه في نتورك بتحكم هؤلاء الناس، عشان احب اشير حاجه، اجيب بيانات من حاجه معينه وهكذا. قال لك مثلا من ضمن المعايير اقول والله مثلا ده انا لابد ان عدد اسطر كل برنامج فرعي ما تزيدش عن 30 سطر. انا حاطط لك اهو، حاطط لك معيار، بقول لك ايه، ما ينفعش الاكتيفيتي الفرعيه في الحته الفلانيه تزيد عن 30 سطر كود. ده برضو حاجه او معيار انا بحطه على مجموعه الاكتيفيتيز اللي هتتم عندي. خد بالك بقى حاجه مهمه جدا 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 من اللي بتحصل في التخطيط واحنا اتكلمنا عليها قبل كده، لابد احدد خصائص الجوده. لابد احدد مين خصائص الجوده. اقول مثلا لابد ان السيستم بتاعي يكون بيتمتع بحاجه اسمها الاعتماديه او الريلايابيليتي. يعني ايه تعريف الاعتماديه اصلا؟ ان السيستم او النظام بتاعي يشتغل مده كبيره من غير ما يحصل له فيلير. كمان لابد احدد ما هي الكفاءه بتاعه النظام بتاعي، هي ما ايه هي الافشنسي، ما هو الأداء بتاع السيستم بتاعي؟ هل السيستم بتاعي مثلا لو بتكلم على الوقت، هل السيستم بتاعي سريع؟ هل السيستم بتاعي بطيء؟ لو بتكلم مثلا على حجم العملاء اللي بيشيلهم النظام بتاعي، وده كله من ضمن الكفاءة. أقول شوف مثلا مدى قابلية النظام بتاعي للصيانة، المينتنس، هل هو قابل للصيانة ولا لا؟ سهولة الاستعمال، هل اليوزر بيستعمله بكل سهولة ولا هيبقى صعب شوية على اليوزر إن هو يستخدم النظام بتاعي؟ دي هي الأنشطة المختلفة لمرحلة التخطيط أو اللي احنا بنسميها البلانينج اكتيفيتيز.